قول لي يا شريف، كيفاش القضيه ديال العود اللي كان تخول لكم؟ تخول لي انا؟ انا هذاك الجدع كنت شريته وانا صغير. منين؟ من بن سليمان. في الشاويه. الشاويه، وجا شي واحد تيبيع ويشري من تما وقال لي واحد السيد عندنا راه شي 4 سنين وكيطلبوا على العوده بواحد العود عاشقه ومزيان، وهذا العام هذا راه عنده جدع وعندهم الجفاف. قلت له ودي شوف ويا الا بغى يبيعو جيبوا لي. ملي مشى هذاك الدور هذاك مشى لتمايا جا قال لي ودا راه بغى يبيعو هو امو. من جا لعندي قلت له جيبي لي هو امو اصاحبي. كان صيفط ولد اختي معاه. شريتيها هي وما هي ولدها؟ هي ولدها جناها هما اليوم في الساعة ب 24000. هي قارمة قديمة وهي قارمة شارفة مرة وولدها عاود واحد زيزة مرة تياكل التراب. ياكلاش؟ التراب تياكلو بالجوع. ناري ناري. وملي لحقناه للدار عندنا اللي صاب الربيع والخير موجود داك الشيء هو كي تبدل مرض. كرمتيه؟ خرج لي شي فقايه منه وداك الشيء تنصوبو ديتو للطبيب. زين؟ ولا مزيان؟ ولا مزيان. ولا كيبان عاود؟ وعاود راه ما بقاش ياكل التراب. ديك الساعه ركب. ها؟ ديك الساعه ركب مع راسك. صافي. هذاك العام الاول هذاك العام عدو الركوب ديالو. انا رابطو برا حدا العوده برا خليته يتعشاو وهو يا العوده بقات تتغوت برا. كتحنحن. تتحنحن. زيد. قلت لولدي انا نوض ولدي طلع على العوده شوف اش كاين حيت انا حاط بوحدي برا. شي مع الدوار. انت معزول. معزول. معاز. معاز. خرجت برا سي خرج ولدي برا قال لي ها با قلت له العام وقال لي جدع داوه. الله يا ولدي قال لي والله لا داوه. وانا عندي عزيز هذاك جدع عاد مربي. الدراري مشاو تيسبقو انا خممت شويه في الباب ديال السطوان قلت انا الخير راهم خارج لهادشي هذا انا ركب على العود ديالي وانا وليدي شحال يسبقو الى داو ركبو عليه فين غيلحقوه كان دخل درت الجامل العود في الكوري خرجتو لباب السطوان مجموعه دويره الباب ديالها تلحت على دارو بلاد كي هكايا قال لي شد راسك تلحف لي لهادشي شو اللي قال لك شد راسك العود قال لي شد راسك انا غنمشي تابعو بلاد واسعة كي هكايا دار لها الجي قيت غادي تابع العود هو اللي صدمك هو اللي صدمني زيد ركبت اسيدي في ديك الحضرة عيط عليا ولدي قال لي اطلق ذاك الجدعة اطلق الجدعة ذاك قبل الشفار اطلق يسحبك انت سحب له انا اللي غادي نسارقو زيد شو اجي ولدي اجي 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 زيد 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 لعندي زيد لعندي ما تهضرش بزاف طلع فوق مني طلع 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 ورايا شد فيا كان يجري على راسه كان يجري على رجلو زيد درتي وراك تركبو انا وياه عقبه وحدورة واد الواد اخر طلعنا لواحد السيد راه يعرف هذاك الراجل ما هو سيدي وحنا كيطلع جدع فوق جهنا العود وحده وحده جدع وحده جدع وحده والشفاره فين شاو صافي ظلمه قلت لهم الله هنيكم كان عندي باش ناتيكم اللي لاك وقتلتكم فبحق الله هنيكم وكان شي مكوح لك خويتيها فيهم وكان عاتيرنا ديال ثلاثه الحجرات وحصلتهم واخا يكونوا عادي الراديو وكنت ماشي كذوب هادشي والله اقسم بالله الا صحيحه القضيه زيد هو اللي جينا ذاك العود الصباح كيصبح الصباح كله حباطي بالزلاط الا راكب واحد ولا اخر تيزلط تيزلط راكبن وتيزلط وتيزلط وكان دهم و 13 عام اللي ضربت عليه البارود هذاك جدا زين راه تعرفوه هنا كاع الوليد نعم. كون جريتي تعيتي وما شديتيش العود غادي بيه غيلحقوه لاباس ها ما غادي العود حتى غيلحق خوه ولا بدا ولا بدا غيشدو واش غيعرفو وبريحته هاكاك هو العود كيشم العود مريح خوه تما غادي دالع واخا يكون ما خارجيش من كرش وحده واخا يكون ما خارجيش من كرش وحده يكون عبارك حداه بزاف يكون عبارك حداه العود لا دريتي معاه واحد الخمس سنين ولا سته الا طحتي توقعتي في شي جهه جلستي به هنا ما هو بحال وها هما ها الناس يا عباد الله انا مرتي في مدينه اخرى يحس مدينه اخرى يحسك هنا وها الخيل وها الناس اللي مبليه من قديم هي قول لي الخيل احسن من بنادم والخيل راه في مرتبه كبيره ها خيل دي مرتبه كبيره صحنيت
صحني صح ما عاود ما تصح ما اول في اول زمان يكون الخير وفي اخر الزمان يكون الخير. والله يخليك دائما مع الخير. ربي يخليك. الله يشدنا فيك وانت الله يكثر السواقي. امين.